هذا الحلم يقدم إليكم من AMG. بابا صراحة الحب اللي هو بيديهولنا أكتر بكتير من أنا ممكن أوصفه بصراحة، وماما كذلك صراحة، لأن أنا ماما دي ما أقدرش يعني بصحى الصبح كده بسمع صوتها. بابا وماما في حاجات كتيرة جدا 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 عملها لنا، ما توقعش لو في عيلة تانية كانوا عملوا كده حد من غير طلب، بس هما كفاية وجودهم جنبنا. من فضل الله عليا عمري ما فقدت الامل، وبقول لكل واحده احنا ما فيش في ايدينا حاجه. كمان لو كنت خلفت كنت هجيب 2 3 وعمري ما هعمل اللي كنت عملته. الدار دي والله اصلا اتعملت باخلاص، والدار دي اتعملت باموال حلال. احنا راجعين يعني من الخليج هيبقى كان معانا كام اللي عمل الدار؟ الاحباب والناس الطيبه، وخدنا الاولاد بيسر وتربوا بيسر، وربنا سبحانه وتعالى كان مسهل كل حاجه. فربنا كان مدخل لي الخير والحمد لله رب العالمين. كنت بحلم أحلام يقظة إن أنا يبقى معايا بنات وأربيهم، وربنا حقق لي حلمي والحمد لله رب العالمين. في بنت عندي عندها السكر، فجالها نوبة سكر، فده كان أمر خطير جداً. لما كانت بنتي بتعيا إحنا بين أمرين، ما إحناش عارفين نروح فين، نروح حين المستشفى خاص مبالغ كبيرة نروح. فيعني مرة عبد العال قال لي طب الوقت أنا مثلا ليا أصحاب وأصدقاء ومعارف وناس بعرف أتصرف وأكلمهم في التليفون وأقول لهم الحقوني، طب ودوني مستشفى، طب يعملوا لي تخفيض، طب الغلبان أو اليتيم اللي ملوش حد ده بيتصرف إزاي وهيعمل إيه؟ والله أنا بفكر إن إحنا نعمل مستشفى وتكون لعلاج الأيتام والمساكين. يا سلام، ما صدقتش نفسي إنه قال كده. الدكتور حسام موافي طبعا، هذا العلامة العظيم. فبقول له يا دكتور أنا طبعا الدار يعني الحمد لله أنت جيت زرتها وشفتها، أنا مشكلتي الوقت لما طفلة بتعيا. فقال لي يعني بتفكر في إيه؟ قلت له بفكر أعمل مستشفى لعلاج الأيتام على مستوى الجمهورية. فأنت إيه رأيك؟ قال لي طيب وأنت جبت الأرض؟ قلت له آه. قال لي طيب يلا بينا. قال لي فين؟ قال لي على وزير الصحة. وطلعنا وقال له طيب دي مين اللي هيبقى المدير الفني للمستشفى؟ قال له انا اللي هبقى مدير الفني للمستشفى. على المستوى الانساني انا شغاله في المشروع ده، يعني حاسه ان انا بعمل حاجه كويسه جدا هتخدم ناس كتيره قوي سواء ايتام او فقراء، وانا شغاله في المستشفى دي حاسه ان انا بعمل حاجه حلوه قوي للايتام للفقراء او اي مريض هيجي يتعالج هنا، هيتعالج في مستشفى راقي ومجهز باحدث الامكانيات ان شاء الله. اقول لك سر، والله الذي لا اله غيره، انا واحنا بنبدا نشتغل ما كان معايا ل 20,000 جنيه، وبدنا مستشفى عايزه ملايين، ما وقفناش لحد وقتنا هذا، والمستشفى خلصت مباني، خلصت خرسانات، شغالين الوقت في الكهرباء، شغالين في الصحي. احنا ما علينا الا السعي ونجتهد في السعي، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي صاحب الفضل، هو الرزاق، هو اللي بيعمل كل حاجه. احنا ما فيناش حاجه، فان شاء الله ربنا يتمها على خير. وكان برضو وانا بتكلم مع الحاج عبد العال ربنا يكرمه بقول له، واهم حاجه بعد العلاج ان البنات كمان يبقوا فيه يتعالجوا فيها وتعالج الناس والبنات يشتغلوا فيها. شكر كبير كبير جدا ان انا ربنا خلقني في عيله زي دي، والواحد ما يعرفش صراحه كان ممكن حياته تبقى عامله ازاي، وحب بيفكر كتير كان ايه اللي ممكن يحصل لو انا ما جيتش هنا. ابوه وماما امان سند، ربنا يخلونا، ربنا يشفي، ربنا يشفيه، ربنا يطول عمره. رجعنا بعد الفيلم الجميل ده، واسمحوا لي نرحب بماما فتحية وبابا عبد العال. اللي مشرفنا جوه وبره، ربنا يكرمك، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. باسم كل المصريين بنشكركم على الدعم والمجهود، وبنشكركم كمان ان انتم شرفتونا وفزتوا في مسابقه صناع الامل في الدوله الشقيقه الامارات. شكرا.
سنة. ربنا يبارك فيك. اللي عنده عيل ما بينامش الليل، واللي عنده اتنين بيشد في شعره، واللي عنده تلاتة، واللي عنده أربعة، واللي عنده خمسة بيقول يا حيطة داريني. اللي عنده 34 بيعمل إيه؟ شد شعره برضه. برضه؟ احكي لي حكاية الأربعة وتلاتين. عايز أقول لك يعني هي الحاجة فتحية أنا جوزتها عندها 17 سنة. وعن قصة حب. وطبعاً يعني قصة يعني تتكلم عنها المدينة اللي أنا منها. فمن فضل ربنا، ربنا يحط في قلبي كده أمانة يعني إن هي لا يرد لها طلب من هذا التاريخ إلى وقتنا هذا. فأنا طبعاً هي يعني كان ده حلم بالنسبة لها إنها يتقال لها يا ماما ويتقال لي يا بابا. فعرضت عليها الفكرة وإحنا في آخر أيامنا في السعودية وبنودع الحرب. ربنا ما رزقكمش؟ لا. لم نرزق رزقهم واسع. طبعا. فطبعا بيني وبينك يعني الحلم تولد في حجر اسماعيل واحنا بنصلي ركعتين بنودع فيها الحرم ومكه عشان جايين مصر. يعني كنت راجع جايب معايا وكاله حلوه يعني امريكيه خاصه، وعملت مكتب جنب شيراتون القاهره في مصر، وعملت لها المشروع وانا شفت شغل. وهي راحت ثلاث شهور لقيتها بقى بتشرخ وبتقول لي انا مش قادر، الحقني العيال. لا استنى بس استنى، الأول جمعتوا الأطفال، جمعتوا كم طفل في الأول؟ لا ما هقول لحضرتك يعني إحنا أول حاجة خدناهم 21 طفل. 21 طفلة. أوكي. طب الاختيار كان على أساس إيه؟ الأطفال بتتاخد من مراكز اسمها المراكز الحضرية في الدولة، حاجة منظمة جدا يعني، المبنى مترخص تبع وزارة الشؤون الاجتماعية. طبعاً لمسة أمل يعني معروف جدا. ايوه اصل احنا يعني عاملينها بمزاج بقى، يعني احنا مش عاملينها حاجه يعني نكسب من وراها، احنا عاملينها حاجه نرضي بها التلت الاخير من العمر. يعني كنتش متوقع بقى على فكره ان انا يعني ان انا مثلا هحبهم. يعني انا كراجل عملت الجمعيه، وزي ما انتم عارفين اي جمعيه بيبقى لها رئيس مجلس اداره يعني، وهي امين الصندوق وثلاث اعضاء. الجمعية بتتكون علشان لها شروط في التضامن الاجتماعي عشان تاخد الترخيص. طبعا لازم يبقى لها يعني شكلها القانوني. يعني احنا عملنا الشكل الرسمي القانوني وقدمناه وبدأنا ناخد في الأولاد. ما توقعتش ان انا يعني هرتبط بالعيال. الارتباط ده بقى دي حاجة بقى ربنا اللي بيصنعها. صح. ماهيش في ايدينا يعني بصراحة. انا بقولها وكررت الكلام ده كتير، اي رجل وزوجته مخلفين يعني معقولة يعني بيحب؟ طب احنا متعلقين بالعيال بطريقة جنونية. انتوا بتعملوا ايه؟ الله يكون في عونكم بقى اللي مخلفين من اصلابكم يعني. صح. والله دي حقيقة. لا مفيش فرق. احنا معانا الاستاذ اشرف طبعا، هو صديقي وعنده برضه قصة نجاح، بس هو لما عرف ان حضرتك جاي قرر ان هو قال لي انا لازم اشترك في الحلقة دي، فهو عنده برضه انا شايف شوية اسئلة طالعة كده من دماغه. شرف عظيم ليا. ده شرف لينا والله العظيم، شرف عظيم. انا سعيد جدا 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 بالحاجة فتحية وحضرتك. انتوا مثال كريم، ربنا حط المحبة في قلبكم. الحمد لله رب العالمين. المحبة دي من عند ربنا. الحمد لله طبعا. ومحبة الأطفال وكفل اليتيم، لأن ربنا قال عن نفسه أنا أبو الأرامل والأيتام. طبعا. فأنت بتربي ولاد ربنا. أيوة طبعا. المستشفى دي مش لليتامى، هم مش يتامى. طب ما تستلم الاول ايه حكايه المستشفى؟ طيب احلى اب واحلى ام. ربنا يكرمك يا اشرف بيه. هم دول مش يتامى وما ينفعش نقول عليهم يتامى. يا اشرف بيه انت راجل من يعني ربنا رسم على وشك قبول رهيب. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. انت برضك قلبك جامد. 34 بنت ده رقم خرافي. طب اقول لك على حاجه، بنات مسؤوليه طبعا. اقول لك على حاجه، لما خدنا الترخيص وجم شافوا المبنى مضروب وارض واربع ادوار، طبعا اترخصت الدار ب 150 طفله، والمطبخ اتاسس على كده، والمطعم كله معمول بشكل هم طبعا مصورين وهتشوفوه يعني. انا سعيد. انا اللي سعيد. طيب خلينا بقى ايه نخش في المهم. عايز اعرف بقى يعني خلاص احنا الدار معروفه وقصتها معروفه والبنات اللي معانا طبعا شفنا الفيديو بتاعهم، عايزين نخش على طول على موضوع المستشفى. الفكره جت منين واحنا وصلنا لغايه فين فيها لغايه دلوقتي؟ الدكتور هشام موافي
هذا الدكتور العلامة الجميل الرائع أستاذنا الرجل اللي يعني محترم. تحية كبيرة للدكتور حسام موافق. طبعا طبعا ألف تحية لعمي وفيد أستاذ راشد الدكتور حسام موافق. بعرض عليه الفكرة بقول له يا دكتور يعني أنا وطبعا بيجي الدار الراجل محب للخير قوي. قلت له عايز أعمل مستشفى لأن أنا طبعا لما طفلة بتعي عندي دي مشكلتي، لا مشكلة أكل ولا لبس ولا مدارس ولا أي حاجة، المشكلة اللي بتؤلمني الوجع لما بنتي تبقى عيانة وأنا مش قادر أعمل لها حاجة. كانت بتبكيني والله طبعا، وبنته مسؤولية وفهدتك وتنقلها ولو هتتحجز يعني أو هتقعد مش هينفع نسيبها لوحديها ودول بنات خالص. فحضرتك يعني قال لي تبركب إيه يا دكتور؟ قال لي هنطلع على وزارة الصحة، الوزير تلميذي، وطلعنا وكلم الوزير في التليفون والله لقينا الوزير مستني قدام الأسانسير في الدور الأرض مكتبه في الرابع، وعرض عليه الفكرة. قال له طب بس المدير التنفيذي للمستشفى ده هيبقى مين؟ قال له أنا. قال له يا بجد؟ والله طبعا الورق عند ملف موجود متبرع طبعا بيدفع فلوس بيدفع فلوس أيوه مش بياخد فلوس بيدفع يعني والله دافع. أول مرة أشوف دكتور والله الدكتور حسام والله دافع فلوس في المستشفى. لا ده الدكتور قيمة وقامة لا 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 رجل المادة عنده آخر حاجة، إنما هو العلم والتقى والنصيحة الحلوة ما شاء الله. طيب ممكن نروح لماما فتحية بقى أوه. احكي لي بقى على الشقاوة بقى والمشاكل والخناقات بتعملي إيه؟ بصوت وبشد بشعري زي ما انت حضرتك بتحدف في شبشب بتحدف كده ده ضروري ده من تراث الأمة دي بقى ست مصرية أصيلة هم عارفين ان ده تراث. انا دايما بقول ان احسن ست بتربي في العالم الست المصريه، بس المشكله عندي وعندهم ان انا ما بعرفش انشن كويس بجد بيفلتوا مني. لا هو بيوصل لوحده ما تقلقش هو بالنيه طيب انا عايزك حضرتك معلش يعني خلينا نروح لجانب برضو، ايه اكتر موقف انت تعبتي فيه مع البنات او في الدار او كان اثر فيكي جامد؟ اصلا انا لما خدتهم مره واحده مفاجاه وما كانش عندي استعداد لسه يعني لسه. الليله دي كانت عامله ازاي بقى؟ نمتوا ازاي وفين؟ هي مش ليله، احنا يعني في الاول اسبوع الاولاني لما استلمناهم دول العيال صويت على طول. ليه؟ ما هو حضرتك هي بتبقى يعني بتبقى عند امي بديله لمده 6 شهور فتعلقت بيها وعاشت معاها، انت بتيجي تاخدها منها بتيجي على حضن جديد، هي مش ما عرفتوش دي ماساه طبعا. يعني ما فيش نوم صوات وانا ما كنتش فاهمه حاجه ومش عارفه حاجه، حتى اما جيت استلمهم ما سالتش اللي باخدها منها هي بتاخد لسه حليب ولا انت بتديها اكل ولا انت، فبقتش عارفه اتصرف ازاي. كانت صعبه جدا جدا، ده كان موقف غير طبيعي، لان اصلا لما انا خدتهم يمكن اللي بيفكر انت خدت 21 وبعدين 7 و6 ازاي، هي كانت أياميها انفلونزا الطيور، فكانوا الأطفال دول عندي ناس متوسطين الحال، فالوزارة خافت عليهم من الأماكن اللي هم فيها إنهم يصيبهم أي حاجة، فراحوا يعني هو بقى ربنا اللي بقى يعني بالتسليم. فراحوا مسلمهم لي فجأة، ففجأة دي وأنا لوحدي وما معيش حاجة، ولولا أني معارفي وأصحابي واللي أنا كنت بقعد معهم يعني نقول حاجات في الدين يعني شوية كده، جم معايا وبقوا يعني تشوفوا إحنا بنحمي ديا وبنحط ديا، لا كانت حاجة صعبة جدا جدا جدا، بس ربنا سبحانه وتعالى عدت وبقت حلم يعني بنقعد. طيب نفسك في إيه يتحقق؟ نفسي أشوفهم إنهم ينجحوا السنة دي إن شاء الله، يدخلوا الجامعة، نفسي أفرح بيهم، نفسي أجوزهم، نفسي أطمن عليهم، نفسي في حاجات كتير، نفسي ربنا يتم المستشفى ويشتغلوا فيها، أهم حاجة إنهم يشتغلوا فيها مش يتعالجوا فيها بس يشتغلوا فيها كمان، نفسي أشوفهم الدكتورة دي أحلام كتيرة أوي دي أحلام كتيرة أوي. أيوة طبعاً 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 مش كتير على ربنا تتحقق كلها. مش كتير على طيب. ربنا. طب أنا عايز أعرف حضرتك حلمك إيه؟ شوف أنا ما كنتش متوقع زي ما قلت في بداية حديثي
إني هتعلق بالأولاد دي هذا التعلق الرهيب اللي لا يعلم مداه جوايا إلا رب العالمين. فأنا شوف أنت لو متجوز ومخلف حلمك هيبقى إيه لبنتك أو لأ؟ هيبقى إيه؟ أنا أضعاف أضعافك، أشوفهم أحسن ناس في الدنيا. أشوف يعني مفيش حد فيهم بيترفض له طلب. أولاً هم كلهم تعليم إنجليزي وكلهم يعني سافروا يعني راحوا كل حتة في مصر ما شاء الله. يعني عشان ما حدش طيب وبيقعدوا في الساحل الشمالي شهرين ويعني يعني يعني الحياة وردية عادية طبيعية ما شاء الله. مفيش عندنا يعني لا ده دي كاني ولا دي ماني، لا خالص. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى ميسر للدار، يعني لما جيت أسسها يعني استشاري يعني جايب فكري من بره وأنا جاي معايا اديتهوله كده، والراجل عمل لي كل اللي انا عايزه. يعني عندي غرفه التجميد اللي بتاخد 10 عجول ما شاء الله، عندي غرفه التبريد اللي بتاخد عربيه نص نقل فاكهه، عندي مخازن شياكه ما شاء الله، عندي قاعات، عندي يعني عاملها بحيث ان الحمد لله. طيب فيها الاسانسير عشان النهارده. نعم النهارده بما اننا في اول ايام شهر رمضان المبارك، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. امين يا رب. الاستاذ اللي معايا هنا النهارده الراجل ده احنا اتشرفنا بيه، من صناع الاحلام تمام، اللي معايا في البرنامج شريك رحله وشريك فكره وشريك حلم. انا هسيب له هو يكمل الكلام. الحلم بتاعك ده مش حلمك لوحدك، هو حلمنا كلنا. ربنا يكرمك. واحنا كلنا لازم نشارك في الحلم ده. احنا من سنتين كان الاستاذ سعيد جه عندنا في المكتب وقلنا اتولدت فكره، احنا ابتدينا وانت كمل. الحقيقه انت ابتديت، استاذ سعيد ابتدى، واحنا جايين نحط طوبه معاكم في حلمكم، ونقول الرخام والجرانيت بتاع المستشفى بالكامل عندنا. كل الرخام والجرانيت لمستشفى قلب مصر ان شاء الله باذن الله من AMG جروب افامينا. هي ابتدت والمستشفى لسه محتاجه سراير ومعدات متطوعين وناس كتيره هتقف. انا عارف ان في شهر رمضان وفي شهر الخير ابدا المصريين مش هيسيبوا المستشفى ديت ان شاء الله. احنا ابتدينا وانتم المفروض تكملوا. بشكركم جدا جدا، بشكركم. شكرا لك. انتوا بجد من الناس المحترمين اللي احنا يعني مش عارف اقول ايه. اول مره حاسس ان الكلام مش عارف يطلع من بوقي، بس اللي انا عايز اقوله ان بجد انتوا ملهمين لناس كتيره. ربنا يكرمك. ملهمين لصناع الخير ولصناع الاحلام، كمان هتكونوا ملهمين للناس اللي بتتفرج علينا، ان كله يمد ايده ويساعد. بشكركم جدا جدا، وبكره حلم جديد إن شاء الله، بس بشرط إنه يكون حلم سعيد. اتفضل حضرتك معايا. شكرا. مبروك يا فندم. دي شهادة بالتزام الشركة إن هي تنفذ الحلم. شكرا جدا جدا جدا. وطبعا ان شاء الله باذن الله احنا هنتابع تسليم الاحلام، هنتابع تحقيق الاحلام ان شاء الله باذن الله، وهنتابع الاجراءات كلها سواء جوه شهر رمضان او خارج شهر رمضان. انتظرونا في حلم جديد، بس بشرط انه يكون حلم سعيد. هذا البرنامج برعايه